وتنتصر العراق. هنا ضربة ركنية للمنتخب السعودي، إذا سجلوا إضافي وإذا ضيعوها مبروك للعراق. خلونا نتابع، خلونا نشاهد شو اللي راح يحصل. لا يبدو ما أعطى ضربة ركنية، أعطى ضربة مرمى. خلاص ريفيرا ابتسم، ريفيرا ضحك، والصافرة راح تطلق بعد لحظات. مبروك يا عراق، العراق بطل كأس آسيا لعام 2007، أسود الرافدين على قمة آسيا. العراق هم الأبطال، العراق انتصروا على حساب المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء عن طريق يونس محمود. ريفيرا هو من قاد النصر العظيم، هو من قاد البطولة التي تدخل سجلات الكرة العراقية للمرة الأولى على مر التاريخ. ماذا فعلتم يا فرقنا الأسامي